أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
صدق الله العظيم.